إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا، الآن تتم عملية ردم العنصر أو منبع الماء المتواجد بدوار سيدي الكبير ببلدية أحمر العين في ولاية بازا، بعد صدور قرار من وزارة الصحة بتواجد نوع من البكتيريا المسببة للكوليرا بهذا المنبع. سكان هذا الدوار قالوا بأنه يتم استهلاك واستغلال المياه منذ زمن طويل، ولم تسجل أي حالة من وباء وداء الكوليرا في هذه المنطقة، إلى غاية أن يتم غلق هذا المنبع نهائيا. يتم الآن توافد المصالح المعنية بمعاينة المياه وتنفيذ القرار الصادر عن وزارة الصحة. من دوار سيدي الكبير ببلدية أحمر العين في ولاية بازا، أحمد خير الدين، قناة البلاد.